بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الواقعة أيها المؤمنون، فيها خبر أهل الدنيا، وفيها خبر أهل الآخرة، وفيها خبر أهل الجنة، وفيها خبر أهل النار. قوله جل جلاله: إذا وقعت الواقعة، أي إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس هناك نفس تكذب أنه ليس هناك يوم قيامة. كما أننا نشاهد في هذا اليوم العظيم، في يوم الجمعة المبارك، نرى الشمس ساطعة ونرى السماء صافية، كذلك يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، أي خافضة أقوام كانوا مرفوعين في الدنيا ورافعة أقوام كانوا مخفوضين في الدنيا. إذا رجت الأرض رجا، أي تحركت حركة شديدة، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، أي منسوجة مشبكة بالدر والياقوت، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الله أسأل أن يوفقنا للرزق الحلال وأن نعمل صالحا حتى نلقاه وهو راض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.